السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم الماس في ان احنا نرسم شكل ظريف شوية. بسم الله، هقول له ان انا عايز ابدأ فاميلي جديدة، واقول له انجليش، واقول له ان انا عايز الفاميلي اللي هي جينيريك موديل ادابتيف اللي هي بالشكل دوت، واقول له اوبن. طيب هقول له ان انا عايز ارسم ريفرنس بوينت element بالشكل دوت. طيب النقطة ديت هقول له ان انا عايزها تبقى الجرافيكس بتاعتها فيزابل، وشو ريفرنس بتاعتها اقول له تبقى بالشكل دوت. طيب هقول له ان انا عايز اعمل محاذاة، ايت، وبرضو بالشكل دوت. وهرسم مستطيل بالشكل دوت، واعمل دايمنشن من هنا لهنا لهنا. وبرضو الناحية التانية وده هخليه ايكوال برضو، وده هقول له ان احنا عايزين نعمل واحد جديد وسميه L1، وده برضو هنعمل واحد جديد L2. اوكي، طيب دلوقتي بقى هقول له ان انا عايز اعمل فاميلي من نوع الماس، كونسبشوال ماس. بالشكل دوت. بعد كده هقول له ان انا عايز ارسم هنا ريفرنس، عايز ارسم اليبس بالشكل دوت. وعندي اثنين دايمنشن همت اقدر اتحكم فيهم في الطول بتاعهم، فخلي ده مثلا M1 وده M2. وبعد كده هاجي هنا اقول له ديفايد باس، يبدا يقسم لي الشكل. تقدر تقول له مثلا 6 8 زي ما تحب. طيب هاجي هنا واقول له ان انا عايز اقطع هنا، قطعت الجزء دوت. طيب هبدأ بقى أبص عليها كده في ال 3D بالشكل ده. طيب الفلام اللي احنا عملناها ديت عايز أدخلها هناك، فهقول له حملها لي في قلب المشروع. طيب هاجي هنا بقى ايه من ال هبدأ أضيف من الموديل، هبدأ أضيف البوينت إيليمنت بالشكل دوت. طيب عايز اعمل ادراج للفاميلي اللي احنا كنا لسه حملينها، فاقول له من كومبوننت عمل لي الفاميلي اهي. بالشكل الجميل دوت. طيب دلوقتي نعمل سيلكت عليهم كلهم، واقول له فلتر، واقول له ان انا مش عايز الديفايد باس، واخد كل حاجه ما عدا الديفايد باس، واقول له كرييت فورم، فاعملهم لي بالشكل دوت. لا انا عايز يكون في زاويه لكل واحده فيهم، فادوس كنترول زد. يعني هو كده الشكل ده اللي اتعمل، وده ممكن تستخدمه في استخدامات كتيره، بس انا عايز حاجه ادفانس شويه. ممكن اعمل ايه، اجي على كل واحده فيهم النقطه بتاعتها واديها زاويه معينه 15 مثلا، تمام، واجي على ديت واقول له لا خليها مثلا 30.
طيب تعال نشوف هيحصل ايه دلوقتي. احنا بنتدرج في الشرح كريت فورم اهو، هتلاقي هي بدأت تيجي الزاوية. لا ده انا مش عايزها كده، تمام. انا عايز بقى نستخدم بقى البرامتر ونستخدم المعادلات والحاجات دي كلها. طيب خلينا كده نتوكل على الله وهرب كل واحد فيهم ببرامتر، والبرامتر ده اقدر اعدل فيه زي ما انا عايز. ماشي، يعني هاخد مثلا اول واحد اهوت، تمام، وهقول له سمي لي ده مثلا اكس واحد، ماشي، وخلي ده انستنس. اوكي اللي بعده، وده هقول له ان ده اكس اتنين. ده اكس تلاتة، وده اكس اربعة، ها ده بقى المفروض تاخد اكس كام؟ عملنا نسلكت عليهم كلهم، لا اعمل على البوينت بس اكسيت. عايز دي بس واقول له خلي دي اكس 8 مثلا، واقول له اوكي. عندي كده الاكسات كتيرة، هاجي هنا ممكن نعرف واحد الاكس واحد ده مثلا زيرو، الاكس اتنين هتساوي مثلا ممكن نثبت رقم او خلينا نعمل متغير برقم معين نيو بارامتر، وده هيكون انجل ونسميه اكس انستنس. اوكي طيب ده مثلا هديله ان هو 15، واكس واحد هتساوي اكس زائد اكس واحد. ده اكس واحد، ده هتساوي اكس واحد، ممكن نخليها زي معادلة اكس مثلا، وهنا ده هتساوي اكس زائد اكس واحد، ده اكس اتنين، وده اكس تلاتة، وده اكس اربعة. وهكذا، فتاخد ايه الارقام متدرجة. طبعا تقدر تعدل الارقام زي ما انت عايز، تخلي الفروق بينهم 30 مثلا، وهكذا تلاقي كل الارقام اتعدلت. 45 ابلاي. الرسالة دي بيقول لي ان في بعض البرامتر معمول طيب مفروض تعمل الاستنس. كلام مظبوط، تمام. يعني الانستنس بيبقى مكتوب جنبي ديفولت، تمام. اقول له هنا اديت واقول له خليه انستنس، المفروض كل دول يبقوا انستنس. خلاص خليتهم كلهم انستنس وقلت له اوكي، وخلينا بقى نعمل سيلكت عليهم كلهم واقول له فلتر، اقول له ان انا عايز كل ما عدا ديفايد باس، واقول له كريت فورم، فيعمل لي الشكل زي ما انت شايف.
بالشكل الجميل دوت.